السلام عليكم، معكم محمود. أصبحنا وأصبح الملك لله. كان في نصيحة زمان قلتها لبعض أصدقائي المقربين، قلت لهم هي وصفة ما تتأكدش من سلامتها وصحتها إلا بتجربتها. ما فيش عليها حديث، ما فيش عليها مثلا نزل فيها آية مثلا، أو ولا حد من السلف الصالح أكد إن هي حاجة حديث أو كده، ولكن بتجربتها معرفش حد استعملها وفشل في الغرض والهدف اللي هو بيستهدفه او بيرنو اليه. الوصفه دي ايه؟ سهله، واكيد سمعتها قبل كده او سمعت حاجه شبهها. عايز تتجوز، عايز تنجح، عايز تلاقي وظيفه، عايز مثلا تخلص مشروع التخرج بتاعك وصعب عليك او متخوف، كل الحاجات دي وما شابهها بنلجأ للحيلة أو الطريقة اللي أقولك عليها دي. 40 يوم متتاليين من صلاة الجماعة وقت الفجر، صلاة الفجر في جماعة ما تفوتش يوم، بنية إن أنت تقضي الحاجة بتاعتك، تحافظ على صلاة الجماعة في صلاة الفجر لمدة 40 يوم، ودبر كل صلاة تدعي بالحاجة اللي انت عايزها بأداب الدعاء اللي احنا عارفينها، ولو مش عارفها شوفها في الجوجل. ونسهل عليك برضو نقول لك ايه، في الاول بتستفتح بانك انت بتنيب الى الله وبتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وبتدعي الدعاء بتاعك، والقفلة بتبقى بنفس الشكل قفلة الدعاء. في ناس بتضيف حاجات، في ناس مثلا بتقول لك في تأدب برضو، في أداب للحديث، كل الكلام ده ممكن تشوفه في الجوجل وفي الانترنت وانا اتكلمت عليه قبل كده. فنحافظ على 40 يوم دول ان شاء الله، قبل ال40 يوم ما يخلصوا هتكون قضيت حاجتك او جات لك الاشارة او اتمضى لك الحاجة الحاسمة اللي انت عايزها، اتمضت لك، اتسمح لك، طلعت نتيجة. ممكن يكون مثلا واحد يقول لي انا الامتحان لسه في اخر السنة وال40 يوم صليتهم في اول السنة. في الموضوع ده في اقوال، يعني الحاجة الحاسمة غالبا الواحد لما بيبقى مزنوق بيلجأ للموضوع ده، لكن الموضوع لسه بدري عليه، غالبا الناس ما بتلجأش للموضوع ده. فانت مثلا النتيجة هتطلع بعد 50 يوم، فانت ابدأ النهاردة عشان تخلص 40 يوم، ويتبقى لك 10 ايام اللي هم يطلع فيهم النتيجة. لكن تبدأ مثلا النهاردة والنتيجة هتطلع بعد 10 ايام، فانت كده ايه، ما كملتش 40 يوم، عملت 10 ايام بس، فممكن ما نضمنش النتيجة قوي. ولكن النوايا الحسنة ممكن ربنا يكرم عليها، ودي ما نعرفهاش، دي عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب الوصفة دي مجربة بجد ونفعت؟ اه مجربة ونفعت. ممكن احكي لكم أمثلة كتيرة، اخرهم لسه حد مثلا من سنة بس كان طالع من موضوع الكورونا وبلا عمل ومشاكل كبيرة في البيت مع اهله، مع ابو امه، مع زوجته، حدوته كده، وابنه محتاج علاج معين وحاجة كده مش عارفين اخرها ايه. فقال انا الدنيا حاطط بيا من كل ناحية، قال ما عنديش قدرة ان انا حتى اعمل اي حاجة او افكر ان انا اصلح اي حاجة، كان يائس وبائس يعني. فقلت له 40 يوم صلاة جماعة، فكأني جيت له من خيال علمي، قال لي يا عم انا بكلمك في ايه وانت بتكلمني في ايه، ما انا بصلي وكل حاجة. قلت له 40 يوم من صلاة الجماعة فجرا، قال لي كمان الفجر، قلت له ماشي انا قلت لك الفجر من الاول ولا انا نسيت؟ قال لي يمكن ما خدتش بالي بقى. قال لي لا بقى ماشي ماشي، قال لي ما عنديش مشكله، انا عايز اي انقاذ اي حاجه. قلت له ما فيش انقاذ الا عند ربنا سبحانه وتعالى. عمل كده وكما هو قال يعني حسب قوله، قال لي ما كملتش 25 يوم والدنيا بدات تتحل وبتاع. قال لي انا حسيت براحه، قال لي حسيت براحه، يعني كل ما اكلم حد مثلا ايه عايز مني فلوس يقول لي براحتك. يقول ايه يا عم ده من 25 يوم كنت هتقتلني وتقول لي هودي الشيك للنيابه وحاجات كده. آه عادي مفيش حاجه. قال لي كل الحاجات المزنوقه اتحلت بشكل اللي هو مش الوعي خالص. قال الزوجه والمشاكل بيقول بتتكلم عادي واحنا مش متخانقين، وفي لقيتها بيقول لي بتتكلم عادي ولا في اي حاجه. فيقول مش مشاكل كنت شايف ان هي ملهاش حل، وموضوع ابنه التشخيص بتاعه، قال فجأة الدكتور بيقول اول واحد كشفنا عنه، قال رحنا عند دكاترة كتير، اول دكتور كشفنا عنه،
قال له هو خلص كورس الدواء؟ فقال له ايه اللي فكرك بينا اصلا، بتكلمنا ليه، احنا سيبناك خلاص. فبيقول لا اصلي بعمل بحث وعايز اطمن واتاكد، بصوا ما تكرروش الدواء الفلاني ومش عارف ايه. فقال لنا وصفه كده خزعبليه، قلنا الراجل بيجرب في الابن في ابننا ولا حاجه، وقال له خليه يعمل تحليل كذا بالظبط يعني ويجيبه لي بكره. فقال ناخده على قد عقله رايح الزبون. قال وانا برضو بيقول الدنيا كانتش مظبوطه معايا وقتها يعني، مش في دماغي قوي، بصلي الفجر في جماعه وكده، ولكن فيقول فجاه اول ما بعتنا له التحليل راح بعت لنا ايه، اضاف لنا دواء جديد وقال الغوا كل اللي فات. فالمهم بيقول خدنا الدواء وبيقول له هو التشخيص ايه بالظبط؟ الولد شكله اتحسن من اول يوم. ف قال له بصراحة يعني فجأة كده بيقول جاي لي حالة، وقالوا احنا بناخد الأدوية دي الدكتور الكبير الفلاني وصفها لنا ومفيش تقدم. فقال لهم طب ما تاخدوا معاها دواء كذا علشان يعمل كذا. فقال لا جاب نتيجة. فقلت اقول لكم الدواء القديم اللي كنتوا بتاخدوه زائد الدواء اللي وصفه الدكتور الكبير توليفة كده، قال لك تجيب نتيجة، وجابت نتيجة. فقال لما نفعت مع نفس الحالة اللي شبه حالة ابنكم قلت اقولها لكم يعني، قال من لوجه الله مش حاجه يعني، مش عشان تيجوا مثلا تدفعوا فيزيتا ولا حاجه. فالمهم ربنا سهل. طيب ده للناس اللي هي عندها يقين. طب لو حد بقى ما عندوش يقين يقول لك يعني ايه؟ يعني بيعمل الوصفه دي وهو عارف انها مش هتجيب نتيجه، يقول لك انا عندي يا عم. مش حكايه ان هو مش واثق في قدره ربنا والعياذ بالله، لا، حد واثق في قدره ربنا وكل حاجه، بس واثق اكتر في حجم المشكله انها هتدمره. يعني يقول لك انا مشكلتي ملهاش حل يا باشا، حضرتك بتتكلم في ايه؟ هصلي واعمل كل حاجه عشان ربنا بس يريح قلبي وبتاع ده، بس انا السكينه نازله على رقبتي، نازله على رقبتي، مفيش حل. هو شايف كده، هو قاري المشهد كده، هو مش مصدق غير ده. دي اعلى حاجه، اعلى القيم. تخيل لما تبقى اعلى قيم في حياتك هي قيمه الهزيمه، ودي النقطة المحورية اللي في الحلقة سايبها في الآخر علشان تبقى فاهم أنا بتكلم في إيه. وقلت لك السيناريو إن اليقين في الهزيمة يبقى جواك أعلى من ثقتك في أصحابك، من ثقتك في إن الدواء هيشفيك، في ثقتك في اللي هو الأعلى حاجة بقى إيه؟ إن في ربنا هيعينك وينقذك، وإن هو المسبب وهو اللي ممكن يوقف السبب اللي بيضرك. فشوف أما قوة الهزيمة والضرر والانكسار جواك تبقى اعلى من ثقتك بربنا. لو حطيتها على الميزان هتبقى دي اول خطوة جواك انك تعدل الميزان اللي مش معدول. لو انت فكرت كده قارنت ايه ده، معقول انا ثقتي في ربنا خالق الكون اقل من ثقتي العالية جدا في ان المرض هيدمرني، بان المديونية هتقضي عليا، بان مش عارف الهزيمة بقت عندي أعلى من أي حاجة، أنا مصدق في الهزيمة قوي كده، الهزيمة قادرة أنها تعمل فيها كده، ولا أنا شوية رخو ومحتاج أن أنا أفوق وصحح المفاهيم بتاعتي. دي أول خطوة في تصحيح اليقين جواك. جربوها، الوصفتين الأولى والتانية، 40 يوم والميزان. السلام عليكم. أمان.